العلم قبل الدعوة، أن يعلم ويتعلم ويتفقه ثم يعمل ثم يدعو الآخرين إلى ما تعلمه وعمل به، لا أن يكون بدءه بالدعوة قبل تعلمه وتفقهه، لأنه في هذه الحال ستكون دعوته عن غير علم، وسيكون تعليمه عن غير بصيرة. وإذا كان الأمر كذلك فإن ما يترتب على دعوة مثل هذه من المضرة أكثر مما يتوقع فيها من نفع ومصلحة، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. ومثله يقال في الدعوة: من دعا إلى الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وهل انتشرت البدع والضلالات وأنواع الخرافات والأباطيل إلا بالدعوة بغير علم وبغير بصيرة؟ ولهذا أول ما يكون التعلم والتفقه والبصيرة، ثم العمل بذلك، ثم دعوة الآخرين، ثم دعوة الآخرين. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل،